بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في العرض العاشر من مجموعة عروض معالجة المي. بداية بنحب نأكد إن كل المعلومات اللي بنقولها هي بناء على كورس Drinking Water Treatment بتاع جامعة كيو ديلفت الهولندية، وكتاب Water Quality and Treatment بتاع الأمريكان Water Works Association، وكتاب Water Water Treatment Facilities Design Integrated Design and Operation، وكتاب Handbook of Public Water Systems. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف شوية. احنا بقالنا فترة بنتكلم على المرشحات الموجودة في محطات المياه، المرشحات الرملية السريعة أو الجرافيتي فلترز، لكن المرة دي هنتكلم على تطبيقات مختلفة للترشيح. يعني عملية الترشيح دي بتستخدم بطرق مختلفة. هنتكلم على المرشح متعدد الطبقات، الترشيح بالضغط، الترشيح من أسفل للأعلى، الترشيح الجاف، المرشحات الرملية البطيئة، والترشيح المتوسط. في البداية هنتكلم على المرشح متعدد الطبقات. احنا ليه بنعمل مرشح متعدد الطبقات؟ الهدف من في الموضوع ده ان احنا بنعمل اكتر من طبقة من الوسط الترشيحي بجرين سايز مختلف، بحيث يبقى فيه خشن وفي ناعم، ونمرر المية على الخشن الاول، المية الخام على الخشن الاول، وبعدين تدريجيا تروح على الناعم، بحيث يبقى كل طبقة من طبقات المرشح بتزيل كمية من الشوائب ذات حجم مختلف. يعني مثلا الزلط الخشن في الاول هيزيل الشوائب الكبيره، الاقل منه مسامح هتبقى اصغر هتزيل اقل، وهكذا. فبالتالي المرش الطبقه الاخيره اللي هي هتبقى الرمل بتاعنا هتبقى مرحله بولشنج، او زي ما تقول صقل كده للميه. هتاخد اخر طبقه، هيبقى مش صعب جدا ان هو يتسد، هيعيش فتره اطول من الايه اي مرشح تاني. لكن طبعا في مشكله ان احنا لو حطينا مثلا رمل خشن وناعم، هنحط الخشن فين؟ احنا المفروض الميه تعدي على الخشن الاول، يعني حتى في بعض الكتب تسميه كورس تو فاين فلتريشن، يعني من الخشن الى الناعم. فالميه هتمشي الاول على الخشن. طب لو احنا حطينا الرمل الخشن فوق والرمل الناعم تحت، ونزلنا الميه من اعلى الى اسفل، فاللي هيحصل ان هو ساعه الغسيل هتفاجأ بإن الوسط الترشيحي هيتقلب، لأن طبيعي أثناء الغسيل وبيحصل فلويدايزيشن اللي هو عملية طفو الوسط الترشيحي، فطبعا اللي كثافته أعلى هينزل تحت، واللي كثافته أخف أو الأخف يعني هيطلع فوق. فبالتالي هتلاقي مرة واحدة الناعم بقى هو الطبقة العليا، والخشن هو بقى الطبقة السفلى. طبعا دي مشكلة، ولو كان بقى هو أكتر من طبقتين هتبقى مشكلة كبيرة، لأن ساعتها ممكن كل الطبقات تختلط ببعضيها، وتبقى طبعا صعب جدا التطبيق ده. لكن عادة لو اتعمل كله مثلا رمل خشن وناعم، فساعتها المية الترشيح بيبقى من أسفل إلى أعلى، يعني زي ما انتم شايفين كده في الصورة قدامنا، إن إيه إن المية هنا بتدخل من تحت وتطلع لفوق لأعلى، من أسفل إلى أعلى. ليه؟ عشان احنا شايفين ان احنا الطبقه، احنا عندنا طبقات مختلفه، الطبقه اللي تحت خشنه انعم فانعم وهكذا. فطبعا يبقى كده احنا بنتكلم على ايه؟ على كورس تو فاين. المرشح احنا ليه بنستخدمه بالطريقه دي؟ عشان نحصل على فلتر ران تايم اعلى، مش هتسد بسرعه، مش هيحصل له حكايه النيجاتيف بريشر، لان توزيع الميه على الطبقات او الشوائب على الطبقات بتخلي معدل زياده الهيد لوس بطيء جدا. فبالتالي بناخد فلتر ران تايم اعلى. طبعا ده بيدينا ران تايم اعلى، وبيدينا كمان امكانيه ان هو ياخد معدلات ترشيح اكبر. فبالتالي ممكن طريقه احد طرق زياده الايه قدره المرشح. يبقى احنا بنتكلم عن قدرة المرشح، فبنتكلم على الترشيح، مش بنتكلم على فلتر بوتوم، ومش بنتكلم على الكنترول. طيب، لكن احنا طبعا لو المرشح عندنا ميه بتخش له من فوق لتحت، يبقى المشكله ان احنا ازاي نحصل على المرشح متعدد الطبقات من اعلى الى اسفل
مش من اسفل لاعلى. هيشتغل ازاي؟ الفكره هنا ان احنا ممكن الحاجه تتعمل يبقى المنظر زي ما انتم شايفين كده، الخشن فوق عندنا في الطبقه الفوقانيه اللي هي دي، الطبقه الفوقانيه 1 مللي، الطبقه التحتانيه 7.10 مللي، والميه بتخش من فوق لتحت عادي. شوفوا بقى هنا اللي هيحصل ايه، ان هو الهيد لوس هيقل بالنسبه للطبقه الفوقانيه، وبعدين الطبقه الثانيه هتبقى برضو انخفاض ثاني، لكن زي ما انتم شايفين ان ده بيبقى احسن من الشكل اللي انتم عارفينه اللي هو ايه، اللي هو بيكون كله موزع على طبقه ترشيح واحده. طيب هنحلها ازاي؟ احنا عايزين خشن فوق وناعم تحت. الحل هنا ان الخشن بيكون كثافته اعلى، يعني ما بيبقاش رملي ولكنه بيكون ماده ثانيه. الماده الثانيه دي عاده بتكون انسراسيت، الانسراسيت ده نوع من انواع الفحم بيكسر بكسرات خاصه تديله جرين سايز اكبر، يعني مثلا الانسراسيت هيبقى حوالي جرين سايز 9.10 او 1 مللي، والرمل تحتيه هيبقى حوالي 5.10 مثلا. ولما تيجي تشتغل الوسط الترشيحي الميه تدخل من فوق هتعدي على الرمل على الانسراسيت الاول، فيبتدي تاخد وتحجز الشوايب الاكبر ذات الحجم الاكبر، وبعدين الميه تعدي على الرمل بعد كده في مرحله بولشنج تحسن من كفاءه الميه وهكذا. اجمالي الاثنين مع بعض، الوسط الترشيحي ده وده الاثنين مع بعض، بنقول ان هما الاثنين المفروض الارتفاع يعني بيكون متقسم، يعني مثلا هيبقى لو احنا قلنا ان الدي بتاعه الانسرسيت هيبقى 9.10 مثلا والرمل 5.10، يبقى احنا المفروض ان دي 1 ال على دي 1 ال 1 على دي 1 زائد ال 2 على دي 2 بتساوي 1000، اجمالهم اجماليهم الاثنين 1000، واخدين بالكم؟ فكده نقدر نحصل على ران تايم اعلى. الحكايه دي البايلوت لانت عندنا زي ما انتم شايفين كده، وعملنا المرشح اللي هو السرسيت في رمل. الرمل كان حوالي 40 سنتي والانسرسيت كان حوالي يعني اظن 70 سنتي. الاجمالي الاثنين كان ارتفاع المرشح حوالي متر عشان ينفع يتحط في مكان وسط ترشيحي ثاني، لكن ده اعطانا فلتر ران تايم حوالي اطول بكثير. فاحنا قصاد كده حاولنا ناخده هنحصل على نفس الفلتر ران تايم القديمه اللي هي ال 24 ساعه، ونشوف ممكن يوصل قد ايه في معدل الترشيح. معدل الترشيح ساعتها كان ممكن يوصل ل 12 متر مكعب المتر مربع في الساعه، وده زود تقريبا كده قدره المرشح حوالي 45%، حاجه ضخمه جدا طبعا. قدره المحطه اللي عايزين 45%، احنا بنقول ده دلوقتي على المرشح بس. خلينا نقول من تاني ان احنا لما نيجي نتكلم على زياده قدره المرشح او زياده معدل الترشيح عليه، يبقى احنا نتكلم على الحاجات اللي بتتحكم في المرشح اللي هو الجرين سايز والفلتر هايت او ارتفاع الوسط الترشيحي، وبنتكلم على معدل الترشيح. لكن احنا هنا ناكد من تاني ان الحكايه مالهاش صله خالص بفلتر بوتون. احنا لما جينا عملنا الكلام ده حطينا نفس الوسط الترشيح الجديد على نفس فلتر بوتون واعطانا نفس الكفاءه، اعطانا نفس النتائج دي يعني. بعد كده هنتكلم على الترشيح بالضغط، وده طبعا موجود كتير جدا في محطات وفي شركات الميه على مستوى مصر في محطات الكومباكت. الترشيح بالضغط هو مرشح رابط سانت فلتر برضه، وله بيشتغل بنفس النظريه اللي اشتغل بيها المرشح بالجاذبيه، الترشيح بالجاذبيه، لكن الفرق ان الجزء اللي هو اللي فيه الوسط الترشيحي والجزء اللي فيه الميه فوق الوسط الترشيحي ده بيكون محطوط تحت ضغط، الميه بتدخل من خلال الترمبات. فده بيعمل ايه؟ اولا الضغط ده بيخلي ان ممكن الهيدلوس داخل الفلتر يزيد والضغط يقدر يتغلب عليه، يعني بدل ما كنا بنغسل مثلا على زمن معين ممكن الزمن زمن الغسيل ده يزيد لان احنا معانا ضغط، وبالتالي مش هيحصل حكايه الانسداد بسرعه. ادي اول حاجه. ثاني حاجه ان معدل الترشيح هنا ممكن يزيد، معدله يزيد، فهو ممكن هنا معدل الترشيح
بيزيد بيوصل لغاية 20 متر مكعب للمتر مربع في الساعة. احنا عندنا الوسط الترشيحي اللي في الرابيد ساند فلتر، الجرافيتي فلترز اللي هو شغالة بالجاذبية، بيكون معدل الترشيح من 4 ل 7 متر مكعب للمتر مربع في الساعة طبقا لكود المصري يعني. زي ما انتم شايفين في الحالة اللي احنا قدامنا دي، المية الخام بتدخل من هنا، بتدخل مية الخام وبتوزع من خلال اللي هو البيل ماوس المقلوب ده، الجرس مقلوب، وبتعمل بتنزل المية هنا تحت الضغط. كل جزء ده بيكون فيه مية، الضغط يخلي المية تعدي من الوسط الترشيحي للفلتر بوتوم، عادة بتكون فواني، ويروح بعد كده على الايه الخزان. طب في حالة الغسيل، في حالة الغسيل المية بتدخل من هنا ومن أسفل برضه، وتعدي من خلال الفواني للوسط الترشيحي، وتصرف هنا، والصرف برضه بيخرج في نفس المكان كده بالظبط. الطريقة دي بتقول إن نفس الأسس اللي اتصمم عليها المرشح بتاع الجاذبية هو نفسه المرشح بالضبط، ولكن كل الحكاية إن المية اللي داخل المرشح ساعتها تكون خلاص. إحنا بنستخدمه ليه؟ بنستخدم الكلام المرشحات دي في حالة إن مفيش مساحة، وإحنا محتاجين معدل كمية مية كبيرة ومساحة صغيرة، بس فده بيكون حل. المرشح يكون محطوط جوه كبسولة حديد زي ما انتم شايفين، يستحمل الضغط، ضغط المية اللي داخل المرشح بتكون مش عالي يعني، ضغط مرتفع، لكن كل الحكاية بتكون في حدود 1 بار بس. ده كان كافي جدا ان هو يعدي الوسط الترشيحي، يعدي المية من الوسط الترشيحي ويحقق الايه الكواليتي اللي احنا عايزينها. بتبقى رأسية زي اللي شفتوها أو تبقى أفقية. المرشح الأفقي زي كده بيتعمل لما نكون محتاجين مساحة ترشيح كبيرة، فبالتالي المساحة هنا في الحالة دي بتكون أكبر مساحة بعرض المرشح. العرض ده ممكن يوصل في بعض المرشحات ل 15 متر، فبالتالي المرشح بيبقى كبير جدا. المرشح بيكون واصل له مجموعة مواسير دخول المية وخروج، ودخول مية الغسيل وخروجها. في برضه مرشحات تانية تبقى حجمها أصغر زي ما انتم شايفين كده، فبالتالي معدل الترشيح العالي ده بيدينا كمية مية أعلى، وكمان بيسمح بإن احنا نستخدم الحاجات دي في حالة الطوارئ. احنا عايزين مية بسرعة في مكان معين، فساعتها زي ما انتم شايفين الفلتر ده ممكن يكون متنقل أو بيتم تركيبه بسهولة، غير لما احنا نحتاج انشاء مرشحات خرسانية ضخمة عشان نشتغل بالجاذبية في اماكن الطوارئ. الفلتر اللي هو الافقي اللي زي كده، لو احنا بصينا من هنا هنشوف المنظر ده، المية الخام تدخل من الماسورة هنا، تدخل كده تمشي في الماسورة دي وتطلع، هتلاقي ايه ان فيه البيل ماوس الكبير دوا بيعمل المايه، بتعمل فلاشنج من فوق تنزل على الرمل، المفروض الرمل يكون هنا وتحت الفواني اللي انتم شايفينها كده، تحت الفواني دي المكان ده هو اللي بيتجمع فيه المايه بعد اللي هو فلتر ووتر المايه المرشحه اللي بعد كده بتروح لمرحله المعالجه التاليه. زي ما بنقول ان المرشحات دي ليها نفس الاسس اللي اتبنى عليها المرشحات الرمليه السريعه اللي بتعمل بالجاذبيه. الفرق هنا ان انت عندك معدل ترشيح بيديك من 27 متر مكعب للمتر مربع في الساعة، وبالتالي المساحة صغيرة لكن بتديك معدل ترشيح. المرشحات بالضغط دي منتشرة جدا في أوروبا، بتستخدم في استخدامات كبيرة كثيرة جدا يعني. المرشح ده كان في محطة لشركة بيتنز الهولندية مدينة يوترخت. المحطة دي فيها 12 مرشح ضغط، ما فيهاش مرشحات الجاذبية. مرشحات الضغط دي بتعمل معدل الترشيح العالي جدا، لكن خلينا واخدين بالنا ان مرشح الضغط ده بيحتاج في تشغيله طاقة أعلى، لأن احنا مدخلين المية مش بالجاذبية، احنا مدخلين المية بإيه؟ بترمبات، فبالتالي هحتاج تكلفة أعلى شوية، لكن في نفس الوقت الكلام ده بيكون محسوب تصميميا، ان كمية المية دي ممكن هي هي كمية الانرجي دي محسوبة انها بتعوضها كمية المية الزيادة اللي احنا بننتجها.
زي ما انتم شايفين حجم المرشح نفسه ممكن يكون قطره حوالي 5 متر او ازيد. زي ما انتم شايفين المرشحات دي المحطه الهولنديه، الشجر اللي حواليها والمساحات اللي جنبيها حاسسك بحجم المرشحات دي. المرشحات الضخمه دي ممكن تستخدم استخدامات كتيره جدا، لكن في الاساس هو مرشح بيعمل بنفس الاسس اللي بيعمل بيها مع رشح الجاذبيه، الا ان الميه بتدخل المرشح تحت ضغط. بعد كده هنتكلم على المرشح الترشيح من اسفل الى اعلى، ودي نوع من انواع المرشحات اللي احنا نقدر نقول يعني احنا كنا اشرنا اليها دلوقتي في المرشح اللي هو المالتي لاير مالتي لاير فلتريشن. الميه بتدخل من اعلى الى اسفل، فزي ما شايفين اللي بيحصل الطبيعي انها بتمشي من اعلى اسفل. الترشيح ده الميه بتخش من اسفل الى اعلى، فاللي بيحصل هنا ان احنا نقدر نعمل المرشح بتاع الطبقات ونحط الخشب تحت والناعم فوق، مفيش مشكله. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الليندكوست دايجرام في الحاله الثانيه دي بيكون مختلف شويه، يعني بمرور الوقت الضغط ما بيقلش وما بينخفضش زي المرشح العادي اللي هو من اعلى اسفل، لكن بالعكس تدريجيا الضغط بيزيد داخل الايه الوسط الترشيحي. يعني لما نيجي نقيس الضغط لان هو الميه داخله من اسفل الى اعلى، فتدريجيا كده الضغط زي ما انتم شايفين ايه بيزيد. يعني لما يتسد المرشح الضغط جواه بيزيد ما بيقلش، لان الميه جايه من تحت لفوق. المرشحات دي بتدينا عمر اطول كتير جدا، ممكن توصل حوالي 4 ايام. في نفس الوقت كواليتي عاليه جدا، لان الندف هنا ماشيه، الندف ليها يعني كتلتها اللي بتحاول انها تسقطها لتحت، والميه ماشيه من تحت لفوق، فبالتالي الندف بتنفصل بسرعه. الحاجه الثانيه ان الشوائب لما بتتجمع بتبتدي تسقط لتحت، كل مدى ما الشوائب بتتجمع لتحت، يعني الشوائب والميه داخله من تحت لفوق، الندف بتحاول تسقط. بعد فتره الندف بتتجمع مع بعض وتكبر وتتقل وتسقط جوه الوسط الترشيحي، فبالتالي صعب جدا انسداده، ما بيسدش بسهوله. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان جوده الميه بتاعته تبقى عاليه جدا. ولكن في نقطه مهمه، ان الميه خام تخش من تحت، يبقى الميه مرشحه من فوق، فبالتالي لازم ان المرشح يكون متغطي من فوق، لان المفروض الميه بعد تخرج من المرشحات ما بتنكشفش للهواء، بحيث انها ممكن يحصل لها اي كونتامينيشن او تلوث. فخلينا واخدين بالنا ان في الحاله دي ان المفروض المرشح بيكون الميه ماشيه من تحت لفوق من اسفل الى اعلى، الميه كواليتي عاليه جدا. لكن لازم المرشح من فوق يكون متغطي مش مكشوف للهواء. دي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا برضه لازم نتكلم عليها، ان احنا بنقول المرشح ده بيدي ران تايم عالي جدا. طيب وايه عيوبه بقى؟ والله هو عيوبه هنا المشكلة الأساسية فيه انك تغسله ازاي؟ احنا بنقول ان كل الشوائب بتتقل وتنزل لتحت، كل الشوائب هتبقى في قاع المرشح مش في أعلاه، فبالتالي لما تيجي تغسل المرشح تبقى مشكلة كبيرة لو الشوائب دي اتجمعت على الفواني وقفلتها، ساعتها يبقى الغسيل صعب. الحاجة الثانية سرعة الغسيل المفروض إنها ما تكونش، سرعة الغسيل ما تكونش عالية جدا، وإلا إحنا بنغسل بقى كوش برضه من تحت لفوق، فبالتالي لو المرشح ده غسلناه بتصرف عالي ممكن يحصل فقد للرمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه الترشيح كمان ما نقدرش نزود تصرفه، يعني الترشيح معدل الترشيح لازم يكون في حدود، لو زاد معدل الترشيح يبقى كاننا بنغسل، فممكن جدا الوسط الترشيحي يفك والشوائب كلها تطلع من ايه، يعني الوسط الترشيحي يعوم وساعتها الشوائب كلها تطلع من الرمل وتخرج مع الميه المرشحه. يبقى احنا عندنا عيب اول ان الشوائب تحت وغسيله صعب. تاني حاجة ان الشوائب دي ممكن تسد الايه الفواني من تحت، تبقى مشكلة ساعة الترشيح، تقفل الفواني ساعة الترشيح، هذه حاجة تانية. الحاجة التالتة
ان احنا لو معدل الترشيح ممكن جدا لو زاد ان نعمل كأنه غسيل ووسط الترشيح يعوم والشرائح تخرج كلها مع الرمل والشحم. طب والحل ايه؟ الحل ان اثناء قبل اول اجراءات الغسيل بتختلف شويه، يعني احنا الغسيل عاملها بندخل هواء الاول وبعدين ميه هواء وبعدين ميه لوحدها، لا هنا الحل ان اول خطوه من خطوات الغسيل ان احنا نكسح الميه الموجوده زي ما انتم شايفين، ان الميه تكون فوق رؤوس الترشيح بارتفاع حوالي متر او اكتر، فاللي بيحصل ان احنا بنفتح الصرف فالميه اللي فوق اللي هي المفروض ميه نظيفه الميه المرشحه تيجي نازله تكسح الشوائب كلها في ايه؟ وتصرفها. فبالتالي بتشيل حوالي 70% من الشوائب الموجوده في الرمل. وبعد كده بعد ما تحصل الحكايه دي نبتدي نملى مرشح ثاني ميه غسيل، واحنا بنغسل بقى ايه؟ باك ووشنج عادي جدا جدا زي اي ايه؟ زي اي مرشح عادي في الترشيح من اعلى الى اسفل. هنشوف هنا في الفيديو اللي ده مرشح من ضمن المرشحات اللي هو بيسموه مرشحات الاب فلو فلتريشن او ابورد فلتريشن في هولندا. النقطة اللي احنا هنتكلم عليها ان احنا بيكونوا مهم جدا بالنسبة لنا ان الهيد لوس ان فقد الضغط واحنا الماية داخلة من تحت لفوق ما يزيدش ليوصل للماكسيمم هيد لوس، فبالتالي وسط الترشيح يفتح ويعوم وايه والشقه كلها تخرج مع الميه المرشحه. المميزات اللي قلنا عليها عندنا جوده عاليه جدا، عندنا ما يحصلش ضغط سالب، عندنا عمر طويل مرشح، ولكن مشاكل اللي هو ايه الانسداد والغسيل الجيد دي من ضمن العيوب بتاعته. الفيديو ده اب فلو فلتريشن في البايلوت في دمنهور في البحيره. البايلوت كنا استخدمنا الاب فلو فلتريشن كحل بديل يعني، فزي ما شايفين كان في طبقه سبورتنج لاير، سبورتنج لاير هنا بتعمل كانها مندف، الميه بتلف حوالين الزلط الكبير وتكبر النطفه تدريجيا، و النطفه بتتحاش بعد كده في الطبقات الاقل الاصغر من السبورتنج لاير وتخش على الرمل، وهي مثل الرمل ما كانش يتوسخ، الرمل ما كانش يتسد ابدا، وكان فلتر ران تايم عالي جدا. اثناء الغسيل بقى المنظر اللي انتم شايفينه ده، احنا دلوقتي بنكسح المرشح اول خطوه زي ما شايفين الميه بتنزل وبتكسح كل الشوائب معاها اللي بين طبقات السبورتنج لاير، وكلها بكل الشوائب كل الغرف اللي بعد 3 ايام مثلا شغل فلتريشن ران تايم 3 ايام كل الشوائب بتنكسح وتخرج من المرشح قبل في اولى خطوه في اول خطوات الغسيل للمرشح ده. زي ما حضراتكم شايفين كده الطريقه دي كانت فعاله جدا، وتم تطبيقها في محطه او اثنين من محطات الكومباكت عندنا في البحيره، وعطت جوده عاليه جدا جدا وران تايم عالي. بعد كده نتكلم على حاجه اسمها المرشحات الجافه او دراي فلتريشن. هو طبعا حاجه غريبه احنا ما سمعناش عنها او ما اشتغلناش بيها في محطتنا، لكن المرشحات دي بتستخدم لما يكون في نسبه امونيا عاليه في الميه الخام في الووتر، فالدراي فلتريشن دي بتستخدم عشان تزيل نسبه الامونيا العاليه دي. القصه انها معالجه بيولوجيه، يعني احنا بنستخدم الميه، هو طبعا المفروض يعني طبقا للكتب ان نسبه الامونيا بتعلى دي لما يكون الميه دي ميه خام، ميه جوفيه او ريفر بانك فلتريشن، يعني ميه جايه من خلال ضفاف الانهار، فبيكون في نسبه امونيا ممكن من خلال مرور الميه الخام في داخل طبقات التربه، لكن مش ميه سطحيه. فبالتالي المرشحات الجافه دي لما هم بيتكلموا عليها هنا بيتكلموا على انها ميه اصلا ما فيهاش سسبندد سوليدز او مواد علقه. هو بيقول ان الكلام ده بيزيل بيه الايه النسبه العاليه من الامونيا. ازاي؟ ان بمنتهى البساطه
بيترش الميه دي على الفلتر. معنى فلتر جاف ان هو مش الميه ما بتغمرش، مش مغمور، مش فلتر مغمور، فبالتالي ما عندناش هدار بعد المرشح او محبس تحكم يضمن او يخلي الميه دايما فوق الوسط الترشيحي. لا، الوسط الترشيحي على طول مفتوح، الميه بتنزل من فوق من خلال الدش عشان يختلط مع الهواء اكتر وياخد اكسجين اكتر. الميه لما بيجي لها الاكسجين ده بتنزل على الرمله، الرمله دي بيتكون عليها طبقة بيولوجية من البكتيريا نيتروباكتر نيتروزومونس اللي بتحول الأمونيا إلى نترات نترايت ونترات إلى نترات بعد كده. الكلام ده زي ما شايفين إحنا قلنا في أول ما اتكلمنا عن الترشيح إن ده أحد الطرق اللي بتستخدم في ترشيح، أو أحد الحاجات اللي ممكن تحصل داخل المرشح إن بيستخدم في إزالة الأمونيا. الحالة دي طبعا زي ما انتم شايفين حالة جيدة جدا جدا، ودايما المرشحات دي بيتبعها مرشحات رابد سند فلترز على اساس ان البكتيريا المتكونة دي لو حصل بريك ثرو او انها عدت تلاقي بعد كده الايه الفلتر الرملي الطبيعي العادي بتاع الجاذبية اللي بيحجز البكتيريا دي كلها. المرشحات الجافة كل قصة ان المية بتنزل في على الوسط الترشيحي فتمر وسط حبيبات الوسط الترشيحي وتختلط بالهواء بالاكسجين، الكلام ده بيخلي البكتيريا بتنشط تتغذى على الامونيا وتحولها الى تحول الامونيا الى نيترايت. القصة بقى هنا المهم ان المشكلة ان ازالة الامونيا صعبة جدا، الجرام الأمونيا هيحتاج 3.5 جرام أكسجين عشان يتم إزالته، فبالتالي لو المية فيها أكثر من 2.5 جرام أمونيا يبقى الحكاية محتاجة أكسجين كتير جدا. فعشان كده عادة المرشحات دي بتكون مزودة ببلاور بيزود الهواء في تيار هواء مع المية اللي نازلة، يا إما في اتجاه هو المية والهواء فيها واحد، أو بالعكس المية نزل من فوق لتحت والهواء من تحت لفوق. زي ما شايفين كده الشكل التخطيطي لمرشحات الهايت فلتريشن، دش من فوق ومن تحت في كمية من المية اللي هي ما فيش هدار زي ما شايفين يحجز المية، فبالتالي دايما الوسط الترشيحي مش مغمور، الهواء وهو نازل من تحت فيه بيتسحب من تحت الهواء بحيث ان ايه ان تيار الهواء على طول بيتجدد. زي ما انتم شايفين ده اوبن سيستم مفتوح للهواء الجوي، زي ما انتم شايفين هنا كده الميه والهواء من فوق والاثنين نازلين من فوق لتحت في اتجاه واحد، والهواء بيخرج من تحت، الهواء والميه تخرج من تحت برضه. يعني في هنا عندنا الماسوره دي تاخد اليوزد اير للهواء المستخدم والميه الفلتر بتطلع ايه الناحيه الثانيه. الطريقة الثانية إن المية والهواء يكونوا عكس بعض، الهواء بيخش من تحت لفوق والمية بتنزل من فوق لتحت، وهنا بيتم سحب الهواء اليوزد اير بيخرج من إيه؟ من فوق بالطريقة دي، المية الفلتر المية المرشحة بتخرج من هنا، وكده بيبقى في ده اسمه الكلوزد سيستم. الكلام ده طبعا بيحصل له بيدي نتيجة عالية جدا في إزالة الأمونيا مش مشاكل. لكن طبعا اثناء المرشح بيحصل له بعد فتره انسداد بسبب ان طبقات البكتيريا بتزيد وبتزيد بين مسام الوسط الترشيحي. الحاجه الثانيه ان المايه دي لو هي فعلا مايه جوفيه بيكون فيها نسبه حديد ومنجنيز، فبعد ما بيحصل ازاله الامونيا في الطبقه الفوقانيه اول نص متر بعد كده بقيه الوسط الترشيحي بيحصل فيه إزالة الحديد وبعدين إزالة المنجنيز بسبب الأكسدة، أكسدة الحديد والمنجنيز في المية حول الأكسيد الحديد وأكسيد المنجنيز اللي بيتحجزوا في الوسط الترشيحي، فبالتالي بيحصل المفروض إن هو بيحصل بعد كده باكوش عشان يزيل النضف دي. الباكوش المفروض ما يكونش كامل عشان أحافظ على طبقة البكتيريا اللي بتعمل لنا الأكسدة واللي خلصنا من نسبه الامونيا الموجوده. النوع اللي بعد كده من المرشحات، مرشحات الرمليه البطيئه، ودي كل الناس اتكلمت عليها. الصوره قدامنا دي
بتقول المرشح دي مرشحات رملية بطيئة ودي مرشحات رملية سريعة. نفس المية اللي هنا تدخل هنا هي نفسها المية المنتجة من المساحة دي. يبقى أكيد كده إحنا فهمنا إن المرشحات الرملية البطيئة محتاجة مساحة كبيرة، وده منطقي. المرشحات الرملية البطيئة معدل الترشيح بتاعها بيكون أقل من 1 متر، إحنا عندنا المرشحات الرملية السريعة معدل الترشيح متر مربع بيطلع لنا من 4 ل 7 متر في الساعة. طبعًا إيه الميزة طبعًا؟ إحنا ليه بنستخدم سلو ساند فلتريشن؟ هو بتستخدم أو بداية هي أول نوع من أنواع المرشحات اللي استخدمت في معالجة المية. وكان ليها دور كبير جدًا في مواجهة الأوبئة زي الكوليرا في إنجلترا والدول الأوروبية أو المستقبل. المرشحات دي ليها ميزة عن أي مرشحات تانية، إنها بيتم من خلالها التخلص من البكتيريا ومن خلال الفيروسات أو التخلص من البكتيريا والفيروسات. فبالتالي إحنا بنستخدمها عشان نحصل على مية آمنة. السلو ساند فلتريشن هو في البداية كانتش كده، ما كانش استخدامها للغرض ده، ولكن اتضح ان هي ليها قدرة على ازالة البكتيريا والفيروسات. ليه؟ لانها اقرب ما تكون للمياه الجوفية، سرعة المياه فيها قريبة او اشبه ما تكون بسرعة المياه الجوفية بين طبقات التربة، فبالتالي المياه في الاخر بتطلع بنفس الطريقة برضو خالية من البكتيريا والفيروسات. المرشحات بيكون ارتفاع الوسط الشحي فيها كبير، المرشح الرمل البطيء بيحتاج مساحات كبيرة، المرشح الرمل البطيء بيكون القاع بتاعه هو طبعا مساحة، احنا بنقول مثلا المساحة اللي احنا شفناها دي كلها مش ممكن يتعمل مثلا قاع زائف وفواني وزي ما قلنا كده، لا بتكون عبارة عن طوب مخرم وفيه سبورتنج لاير وفيه الوسط الشحي بتاعنا. الجرين سايز بتاعنا بيكون يعني أقل من 5 من 10 مللي وحوالي 1 من 10 مللي، يعني من 1 من 10 ل 5 من 10. المية بتدخل من فوق لتحت، المية مفروض إنها زي ما شفت كده الرمل ناعم، فما ينفعش نخش لها مية عكارة عالية. فعادة المرشحات دي بتيجي بعد المرشحات الرملية السريعة، يعني المية خارجة من مرشح الرمل السريع تخش بعد كده على المرشح الرمل البطيء. عشان كده الصورة اللي شفناها قبل كده الاتنين جنب بعض، اللي حاصل ان مرشح الرمل البطيء المايه الخارجه منه بتخش بعد كده على المرشحات الرمليه، مرشح الرمل السريع المايه بتخرج منه وتروح على المرشحات الرمليه البطيئه عشان تحصل على اللي ايه التخلص من البكتيريا ومن الفيروسات. بنقول ان فتره تشغيل مرشح ده بتمتد فترات طويله جدا جدا، ممكن 6 شهور ممكن توصل سنه. الوسط الشحي بعد فتره بيتسد، لما بتسد ما ينفعش طبعا نغسل المساحات الكبيره دي، اللي بيحصل ان احنا العمال بينزلوا وبيكشطوا سنتي الفوقاني من الوش المرشح، ولما يتكشط السنتي ده ويخش الخدمه تاني بعد كذا كذا فتره من الكشط بيتم تزويد اللي ايه الرمل بتاع المرشح بحيث يوصل لنفس الارتفاع بتاعه في بدايه التشغيل. المرشحات الرمليه البطيئه من افضل المرشحات كواليتي، بتاخد ميه منها ذات كواليتي عاليه جدا، لكنها في نفس الوقت محتاجه حجم مساحه كبيره جدا عشان تقدر تجيب كميه ميه كافيه. المرشحات الرمليه دي ما بيكونش فيها استخدام كيماويات، يعني المرشحات الرمليه البطيئه ما نحطش عليها شابه او غيره، لا احنا كل الحكايه مطلوب من الميه انها تكون لو تربيتي ووتر وبس، لكن ما يتمش اضافه اي كيماويات قبليها. ودي ميزه طبعا، ودي ميزه كبيره جدا، تشغيل سهل جدا، ما فيش ميه غسيل والتخلص من ميه الغسيل وتبقى مشكله. كمان ما عندناش المشكله الشهيره بتاعت الصيانه وطرمبات الغسيل وبلور الغسيل، لا ما فيش كلام من خالص. سهوله التشغيل وجوده الميه العاليه، لكن مساحه كبيره جدا محتاجينها. الكلام ده بيستخدم في اليابان، ادي المرشحات الرمليه البطيئه في اليابان، حتى محطه اليابان فيها مرشحات رمليه بطيئه زي ما شايفين، مساحات كبيره جدا، لكن في نفس الوقت المايه اللي بتدخلها ميه لو تربيتي باين عليها طبعا، وفي نفس الوقت احنا بنقول ان حتى الدول اللي ما فيهاش مساحه زي اليابان كده بتستخدم برضه في معالجه المياه
اسلوب ساند فلترز. اخيرا النوع الاخير هو الترشيح المتواصل كونتينوس فلتريشن. النوع ده كان موجود في اوروبا من فتره يعني، لكن ابتدى يظهر في مصر. ففي محطه 1000 لتر ثانيه في البحيره، محطه الغبريه شرق الغبريه. المرشح ده له ميزه، اولا ان المرشح ما بيخرجش من الخدمه، يعني كل مرشحاتنا بتشتغل وبعدين بتسد فتقف وتخرج من الخدمه وتتغسل وبعدين تدخل تاني. لا، ده ترشيح متواصل، يعني ما بيحصلش فيه حكايه انه يخرج من الخدمه ويبقى عشان يتغسل. طيب امال ايه بقى؟ بصوا، فكره العمل هنا ان الرمل الموجود في المرشح، المرشح اولا على شكل قمع زي ما انتم شايفين كده، والرمل في ارتفاعه بيوصل حوالي 1.8 متر. الرمل بيتحرك من اعلى الى اسفل، والميه بتدخل من تحت وتطلع الى اعلى، من اسفل الى اعلى. الترشيح من اسفل الى اعلى بيدينا جوده عاليه جدا بالنسبه للميه الخارجه من المرشح، وفي نفس الوقت حركه الرمل ده بيتحرك، واثناء حركته بيروح لحاجه اسمها ساندويشر او غسيل الغسيل بتاع الرمل، وتتنظف الايه الرمله وترجع تاني نظيفه. وهنشرح بالظبط العرض ده نظريه العمل شكلها ايه. لكن خلينا نقول ان هو له مميزات، ان هو على طول في الخدمه، ان هو جوده منه ممكن تتحكم فيها وتطلع الجوده اللي انت عايزها اذا عرفت جوده الميه اللي داخلك قد ايه. كمان مفيش كميه روبه خارجه منه عاليه. لكن من عيوبه ان ميه الغسيل وميه الترشيح الاثنين قريبين جدا من بعض، ممكن يحصل يبقى في خطوره انهم يختلطوا ببعض. والمرشح اللي احنا شايفينه دوا مرشح رم نموذج للمرشح الترشيح المتوسط. المية العكرة بتخش من فوق كده وتبتدي تتوزع من خلال الموزعات دي. المية بتتحرك من أسفل إلى أعلى داخل المرشح اللي بيدينا كواليتي عالية جدا جدا، وبعدين تيجي خارجة من خلال الهضار الفلتر دوتر أمام المرشحة الخزان. يبقى احنا بنقول المية الخام بتخش بتدخل من هنا، لكن في نفس الوقت احنا بنقول إن في تيار هواء داخل من تحت قاع المرشح زي ما شايفين على شكل قمع. الهواء هو الداخل بيسحب معاه الرمل بيطلعه لفوق، يخش هنا اللي اسمه الساندوشر. من تاني الهواء لما بيدخل من هنا نتيجة كثافة هنا قليلة بيجي يسحب معاه المية والرمل، ويتحرك المية والرمل اللي هو الرمل اللي مش نظيف بيعدي من هنا، يحصل هنا الفوران ويبتدي الرملة تسقط، المية تعدي وتخرج على الصرف، بينما الرمل بيتنظف هنا يخبط في زعانف دي وينزل نظيف، لكن الميه اللي هي مش نظيفه اللي هي ميه الغسيل تخرج هنا تروح على الصرف. يبقى احنا زي ما انتم شايفين كده المرشح دوا الميه فيه بتتحرك من اسفل لاعلى، والرمل بيتحرك من اعلى الى اسفل عشان يروح ينضف يتحرك ويرجع تاني. من تاني نبص بقى على الرسمة من هنا بتاعت المرشح شغال ازاي. المايه الخام المفروض انها بتدخل وتنزل في الايه في الماسوره دي وتتوزع من خلال الموزع اللي هو على شكل الافرع دي، عشان المايه الخام تبقى ايه بدايه دخولها او اختراقها بالرمل من تحت. المايه اول ما بتنزل هنا تتحرك لفوق، لان الخروج الهضار بتاع خروج من هنا من اعلى بتبتدي تتحرك من اسفل الى اعلى، تعدي الوصف الترشيحي ده كله، تنضف الميه وتتخلص من الشعب اللي فيها وتخرج للايه للخزان. في نفس الوقت في تيار من الهواء داخل هنا من خلال الكمبريسور بيخلي الماسوره الداخليه دي كثافه الميه فيها خفيفه جدا، اخف من اللي حواليها، فتبتدي الميه ترتفع بفقاعات الهواء لاعلى وتسحب معاها كمان جزء من الرمل. المنظر اللي احنا شايفينه ده هو عبارة عن الماسورة الرفيعة الزرقاء دي، الخرطوم الرفيع الأزرق ده بيخش في الأسويرة دي يدخل شوية الهواء. الخرطوم ده جاي من الكمبريسور، الهواء يدخل هنا يبتدي يعمل زي فقاعات هواء كده، يبقى كثافة الكثافة
لكن الميه والهواء هنا اخف من كثافه الميه اللي حواليها، يبتدي الميه والهواء تطلع جري لفوق، والهواء يطلع لانه خفيف اخف الميه ارتفع لاعلى، يجي ساحب كل الرمل. الرمل ده خليك فاكرين ان هو ده اللي دخل فيه من الاول خالص الميه الخام، فكل الشوائب متجمعه في اسفل المرشح. احنا قلنا من اسفل الى اعلى، معظم الشوائب ترشيح من اسفل الى اعلى، معظم الشوائب تكون في قاع المرشح. يبقى الجزء ده شوائب كتيره جدا جدا، يجي سحبها الميه والهواء لاعلى زي ما انت شايفين كده. ادي الخرطوم من هنا رفيع دوت، ويخش من السوره دي، وفقاعات الهواء دي تبتدي ترتفع جري لفوق. اللي بيحصل لما الميه والهواء يطلعوا لفوق كده، يسحبوا معاهم شويه الرمل اللي هو مش نظيف نتيجه عمليه الترشيح اللي حصلت، واللي هو حجز معظم الشوائب. تندفع الميه والهواء والرمل لفوق من هنا زي ما شايفين، بيعملوا زي ما تقول زي ما تقولوا كده انها اندفاع للميه كده، فوران للميه. الميه دي خارجه معاها رمل، الهدار الميه تهدى وتخرج مع الهدار. الرمل لانه تقيل يبتدي يسقط، لما يسقط هنا في الجزء ده يسموه الساند وشر او غسيل الرمل، بيبتدي الرمل تتخبط في الزعانف الموجوده دي فتنضف. خدوا بالكم ان الميه اللي هي الفلتر ووتر الميه المرشحه منسوبها اعلى من منسوب الهدار ده، فبالتالي دايما بتنها ضغطه الميه اعلى، فبالتالي الضغط بتاعها اعلى من الميه اللي خارجه على الهدار الغسيل، فما يحصلش ان الاثنين يختلطوا ببعض. دايما الجزء ده ميه بتاعت الغسيل، ميه مليانه شوائب، ميه الغسيل اللي هو الرمل، وفي نفس الوقت الجزء ده هو فلتر ووتر، بينهم مفيش حاجز، لكن اللي فاصل ما بينهم هو الضغط الهيدروليكي، ان فرق منسوب من خروج هدار خروج الميه المرشحه وهدار خروج الميه ميه الغسيل. فاللي بيحصل ان الرمل يبتدي ينزل يمكون يعمل الشكل اللي هو المخروطي ده، والصرف بيتم متواصل طول ما المرشح في الخدمه، وكمان الترشيح بيكون متواصل طول ما المرشح في الخدمه. الشكل ده لو بتشوفوه في اثناء التشغيل بيبقى في خلال الصوره دي كده من الازاز كده، شايفين الرمل ده عمال يسقط ويكون الشكل ده جوه المرشح. خلينا فاكرين ان الماسوره دي هي اللي بيخرج فيها صعود، لو بيحصل فيها صعود الميه والهواء والرمل اثناء دوره الغسيل. المرشحات اللي زي كده بتستخدم في ايه؟ في اوروبا بيستخدموها لمعالجه المياه السطحيه، ويستخدم كمان في محطات الميه لعلاج مياه الغسيل، يعني بتستحمل اثارات مرتفعه، الميه بتيجي من سطح مصدر الميه للمصافي للترمبات، الترمبات بتدخل الميه مباشره على المرشح، خروج الميه على الخزان، خروج ميه الغسيل بتروح على منظومه لاميلا، ومنظومه اللاميلا دي بعد كده بيتخلص من الروبه من اسفل، ومن اعلى الميه دي بترجع تاني لمصدر الميه من اول. منتشر لما الفلاتر دي تبقى وحدات زي ما شايفين كده، واحد اثنين او اربع فلاتر جنب بعض، ممكن تبقى ثلاث فلاتر زي كده مع بعض حسب كميه الميه اللي نقدر او اللي احنا محتاجينها. المرشح الواحد بيدينا 10 لتر ثانيه واحد منهم، لكن لو احنا احتاجنا اكتر من كده فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل منشأ خرساني، والمنشأ الخرساني ده نرص فيه كميات او عدد من الفلاتر وحدات بتاعتنا، كل واحده نعمل حسابنا انها 10 لتر ثانيه، وال 10 لتر ثانيه دول المنشا الخرساني بيعمل حسابه ان في دخول للميه وخروج للميه المرشحه من ايه من الناحيه الثانيه. بيكون زي ما انتم شايفين كده، ادي ماسوره رئيسيه لدخول الميه الخام، وتوزع يمين وشمال للمواسير دي للموزعات بتاعت الميه الخام داخل المرشح الرملي، وبعد كده الميه بتطلع من تحت لفوق عشان تخرج الخزان. الكلام ده اتعمل في محطه نظريه، لو احنا بصينا بقى المحطه النظريه، المحطه النظريه 1000 لتر ثانيه، فاتعملت عباره عن اوضه فيها ست مرشحات، ده اللي بيشكل الجزء المخروطي اللي تحت بتاع المرشح.
فيها اربع مرشحات، يعني اوضه فيها سته واوضه فيها اربع مرشحات، عاملين كده 10 مرشحات مع بعض، 10 مرشحات في 10 لتر ثانيه، يبقى دي 100 لتر ثانيه. كم اوضه بقى زي كده؟ 10 اوض، يبقى 1000 لتر ثانيه. المساحه اللي محتاجينها للكلام ده حاجه بسيطه جدا، مساحه صغيره جدا جدا عشان تعمل فيها المرشحات دي كلها. 1000 لتر ثانيه في مساحه صغيره جدا. ده معناه ايه؟ معناها ان احنا المرشحات دي بتدينا معدل ترشيح عالي، بتدينا حوالي في حدود 17 متر مكعب للمتر مربع في الساعه. فبالتالي مساحه صغيره بتديك كميه ميه مرشحه عاليه جدا. بعد كده ابتدى زي ما شايفين كده الماعه دي اللي ركبت دي مش كامله لسه، بيبتدوا يحطوا فيها بينها اللي هو الجزء الخرساني ده، البايلز دي خرسانه، عشان تقسم يبقى ده مرشح لوحده وده مرشح لوحده وده مرشح لوحده وده مرشح لوحده، يبقى اربع مرشحات في الاوضه دي. الماسوره دي اللي هي بعد كده بيطلع فيها الميه والهواء والرمل، او اللي بيخش من هنا الايه الميه الخام عشان موزع الفروع اللي تحت دي، الافرع اللي تحت دي بتاع توزيع دخول الميه الخام من اسفل المرشح. زي ما انتم شايفين اهو، ادي الست مرشحات وادي اربع مرشحات اهم، وشكل موزع المرشح. طبعا الجزء اللي احنا شايفينه ده اللي بيوزع ميه خام، والجزء اللي تحت ده اللي بيضمن ان الميه تتوزع بتساوي، وان كمان الرمل لما يتسحب بتساوي من كل جوانب المرشح. بعد كده بيركب الساند وشر فوق، ده الجزء بتاع الساند وشر اهو، وكمان ادي الميه الخام بتخش من الماسوره دي، بتتوزع يمين وشمال، وبعد كده ده مكان دخول الميه الخام ومكان دخول الميه الخام داخل المرشح. يبقى ادي ساند وشر، وادي دخول الميه الخام، وادي موزع الميه الخام. طيب بعد كده الخرطوم نزل الرفيع ده خرطوم اللي جاي من الكمبريسور اللي بينزل لغايه تحت خالص اهو، ادي المقادير الخام، الخرطوم الازرق اللي بيدخل الهواء بتاع الكمبريسور اللي داخل بعد كده لغايه اسفل المرشح. ادي الموزع بتاع الميه الخام، وادي الرمل حواليه، لسه طبعا المرشح ما اتملاش في الاخر. ارتفاع الرمل بيكون حوالي متر و8 متر. بعد كده لازم نقول ان المرشح الميه ده الترشيح هنا من اسفل الى اعلى، فبالتالي الميه الخام اللي هي المفروض داخل الخزان هتبقى فوق، فبالتالي لازم المرشح يكون كله متغطي. زي ما شايفين كده متغطي، مش مكشوف حاجه خالص. دي كل واحد من دول ده مرشح وده مرشح وده مرشح وده مرشح، يبقى دول عدد المرشحات اللي عندنا. والجزء ده هو الكنترول بتاع المرشحات. الكنترول ازاي؟ بتتحكم في كميه ميه الغسيل وسرعه دوران الرمل في المرشح عن طريق كميه الهواء اللي داخله. لما تزيد كميه الهواء بيزيد سرعه دوران الرمل، وفي نفس الوقت لو زاد كميه سرعه الدوران بيزيد كمان كميه ميه الغسيل او صرف الميه الخارجه للغسيل من المرشح. ادي الجزء بتاع الكنترول زي ما انتم شايفين، 10 اماكن وكل واحد فيها روتوميتر بيقول لك سرعه دخول الهواء قد ايه، وال10 دول طالع منهم 10 خرطيم الزرقاء الصغيره اللي كل واحد منها رايحه لمرشح يتحكم فيه. في الاخر ادي ال100 مرشح جنب بعض، مساحه صغيره زي ما شايفين، 100 مرشح جنب بعض عاطينا 1000 لتر ثانيه. طبعا مساحه صغيره جدا جدا، لكن بالنسبه للتصرف اللي طالع، لكن في نفس الوقت جوده ميه عاليه. احنا بنتحكم في كميه ميه الغسيل من خلال هدار الغسيل، نرفعه او نقلله، يزود ويقلل كميه صرف ميه الغسيل. المفروض المرشح ده عليه كنترول عالي جدا جدا، مراقبه من المشغلين، بحيث ان كميه جوده الميه الخارجه دايما بتكون متراقبه، وجوده وكميه ميه الغسيل اللي خارجه، وان الرمل دايما بيدور داخل المرشح ما بيوقفش. لو حصل ان دخل شوائب كبيره داخل المرشح، يعني كميه شوائب حجمها كبير داخل المرشح والرمله ما لفتش، فبالتالي بيكلكع الرمل في قاع المرشح، ساعتها
بنضطر احنا نغير الرمل كله الموجود في مصر. ده كل اللي نقدر نقوله على التطبيقات المختلفة للترشيح، لكن ده مش كل حاجة. هو طبعا في أنواع تانية من الترشيح احنا ما جبناش سيرتها هنا، زي الترشيح على الحجر الجيري أو اللايم ستون فلتريشن، وده بيستخدم أحيانا لضبط البي اتش وتخلص من حمض الكربونيك ده في حالة المياه الجوفية، لكن مش مستخدم في مصر. في الجرين ساند فلتريشن أو معالجة المياه الجوفية والحديد والمنجنيز بواسطة المرشحات والأكسدة، لكن احنا بنتكلم على المهم والمنتشر والموجود دلوقتي في مصر واللي بيستخدموه. ان شاء الله ممكن يكون في يعني عروض اكتر وتفصيلية اكتر لبعض الانواع المرشحات اذا كانت منتشرة، لكن ده نهاية العرض بتاعنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. كده موضوع الترشيح اظن خد حقه وزيادة، وانا في انتظار تعليقاتكم والتواصل معكم من خلال الايميل الموجود على الشاشة او من خلال زيارة قناة دكتور تريتمنت نولج ترانسفير شانل على اليوتيوب. كل سنة وانتم طيبين، اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.